المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهمش ناجز. فإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، وتكون الأمور ديالكم زينة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة اللي هي دائما الهمش ناجز. الوصفة ديال اليوم أولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتخسيس الوزن، وصفة اللي غتكون عبارة عن علاج موضعي اللي غنعملوه على منطقة البطن إن شاء الله باش نتخلصوا من الكرش أولا الوزن الزائد أيضا حتى في منطقة الأرداف والجسم بصفة عامة. نتمنى أن الوصفة تفيدكم تستفدوا منها، وكانوا بزاف السيدات اللي طلبوا مني هكذا وصفات اللي كيكونوا عبارة عن علاج موضعي، يعني اللي كندهنهم على أي منطقة بغينا نزولوا منها الوزن الزائد، ماشي وصفات هكذا اللي كيكونوا كيتشربوا ولا كناكلوهم. فتحت طلب أكيد السيدات اللي بغاو وصفات يعني اللي كيكونوا كما قلت لكم علاج موضعي، فجئتكم بها اليوم. نتمنى يا ربي تنال الإعجاب ديالكم في وصفات خلال إن شاء الله نجيكم مشروبات لتخسيس الوزن ونقصان الوزن بصفة عامة، وايضا تخلص من الكرش او البطن. بالنسبه لهذه الوصفه سهله مهله وفي متناول الجميع اكيد، والناس اللي كيقولوا لي يعني اللي كيخليوا لي الوصفات ديالهم فمرحبا بهم، يعني سواء كنتوا بنات ولا سيدات مرحبا بالوصفات ديالكم على راسي وعينيا، ما عليكم الا تخليوا لنا الوصفه اون ديتاي يعني بتفاصيلها الممله كامله، امتى كتعملوها والوقت ديالها، يعني كل هذه الاشياء في خانه التعليقات. انا شخصيا بدوري اكيد نجرب الوصفه، والا نالت الاعجاب ديالي ونالت الاستحسان ديالي ولقيتها اكيد مجربه ومضمونه فغادي نجي نبارطاجيها معكم هنا في القناه باش هكذا تعمل فائده للجميع. وبالنسبه لهذه الوصفه هي كتكون يعني من 3 ديال المكونات ولا 4 ديال المكونات، يعني اللي هما ساهلين بساط ورخاص باش ما نزيدش نطول عليكم اكثر من هذا. نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، الطريقه ديال التحضير ديالها والطريقه ديال الاستعمال ديالها. وغادي نبدا باول مكون اللي هو الزنجبيل او السكينجبير بودره اللي كيجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للسكينجبير البنات راه معروف سواء شربناه يعني في مشروبات لتخسيس الوزن او لا يعني هكذا عملناه كعلاج موضعي باش ندهنوا به اي منطقه المراد ازاله الوزن منها، يعني معروف بخصائصه المتعدده في يعني نقصان الوزن، وايضا عنده بزاف ديال المزايا وبزاف ديال الفوائد بخصوص هذا الموضوع. ايضا غادي نحتاجوا العصير الحامض، سواء عصير نص حامضه ولا حامضه بالكامل معصوره، وغادي نحتاجوا للزعتر مطحون، الزعتر مطحون حتى هو رائع جدا في تخسيس البطن او الوزن. وبالنسبة للرابع مكون إلى عندكم يعني ذوك الخطوط الحمراء أو البيضاء في منطقة البطن، فما عليكم إلا تاخذوا واحد ملعقة إلى ملعقتين من زيت اللوز، لأنه يعني بزاف السيدات كيبغيو هكذا وصفات يعني كعلاج موضعي للتخلص من الوزن الزائد وأيضا علاج الخطوط الحمراء والبيضاء، فهاد زيت اللوز هذا رائع في علاج هاد المشكل هذا، فما عليكم إلا تاخذوا منه معلقة ولا جوج المعالق ديال زيت اللوز. إلا ما عندكمش الخطوط فممكن تيفيتيه وما تستعملوش نهائيا. وايضا غادي نحتاجوا السلوفان اللي كيجي بهذا الشكل هذا. فهادو هما المكونات ديال هذه الوصفه هذه. بعد ما تعرفنا على كم المكونات ندوزوا للطريقه ديال التحضير ديالها، الطريقه ديال الاستعمال ديالها. فبسم الله غادي ناخذوا ملعقتين من الزنجبيل او السكينجبير، ناخذ ملعقتين من الزعتر تقريبا، كنخلطوا البودرات بوحديتهم، ومن بعد غادي نضيفوا عصير الحامض.
ومن بعد غادي نضيف هذا الزيت هذا اللي هو زيت اللوز الحلو للتجميل. نقراو بعض الفوائد ديالو. غني بالفيتامينات او او، مرطب مغذي للبشره وللشعر، ضد الهالات السوداء، كيفتح البشره، كيحميها من التجاعيد، مناسب لجميع انواع البشره، يعني البشره الجافه الدهنيه الحساسه والبشره العاديه والبشره المختلطه ايضا. يعني كل هذه الانواع ديال البشره ممكن يستعملوا زيت اللوز للترطيب ديال البشره والجسم بصفه عامه. وايضا هذا الزيت هذا كي تستعمل فانه كيعالج لينا الخطوط البيضاء والحمراء في الجسم، خصوصا في منطقه البطن. داكشي علاش غنستعملوه. بالنسبه للسيدات اللي دائما تيقولوا لي عفاك بغينا وصفات لتخصيص البطن او للكرش، وايضا وصفه اللي يكون فيها علاج دوك الخطوط البيضاء والحمراء، فهاد الزيت هذا راه مفيد جدا. ان شاء الله في وصفات اخرى نعمل على انني ندير لكم ولا ندخل لكم في الفيديو شي ثلاثه ديال الزيوت ولا جوج باش هكذا تعالجوا الخطوط الحمراء والبيضاء اللي كتكون في منطقه البطن والجسم بصفه عامه. اكيد انا ما استعملتش منه كميه كثيره، غنحاول نزيد نضيف كميه اخرى منه. يعني ماشي مشكل الا كثرتوا منه، بالعكس غادي يعالج لكم كما قلت لكم الخطوط الحمراء والبيضاء. غادي نضيف واحد الكميه قليلة يعني من عصير الحامض، نحاول نخلط الكل بين الزنجبيل والزعتر. نحاول نزيد نضيف سكينجبير. من بعد ما كتصبح الوصفه بهذا الشكل هذا، يعني كتصبح مخلطه مزيان، ف كنحاول نطبق قليل منها على منطقه البطن او لاي منطقه واحده اخرى بهذا الشكل هذا. هانتوما. ومن بعد يعني كناخذوا سلوفان وكنعملوه على اي منطقه وضعنا فيها هاد الوصفه هذه، يعني سواء البطن سواء الارداف سواء اي منطقه. فهانتوما يعني الوصفه خصها ضروري ما تعملوا ليها السلوفان باش هكذا تنجح معكم. كما قلت لكم هذه الوصفه هذه على اي منطقه وضعتوها فيها سواء البطن سواء الارداف سواء اي منطقه واحده اخرى، ما عليكم الا دهنوها مزيان على المنطقه اللي بغيتوا تزولوا منها الوزن الزائد، ومن بعد كتعملوا عليها السلوفان. ماشي مشكل الا عملتوا طبقات بزاف ديال السلوفان، ومن بعد يعني كتخليوها واحد المده ديال نصف ساعه كما هو موضح في العنوان ديال هذا الفيديو. الناس اللي غتقول لي واش ممكن نزيدوا اكثر من نصف ساعه باش هكذا تنجح اكثر، خصوصا الا كان وزن زائد اكبر واكثر او ميم طون، فاكيد ممكن يعني نصف ساعه الا ما فوق، غير اقل لا باش هكذا تنجح ان شاء الله. فكما قلت لكم نصف ساعه الا ما فوق
وممكن تخليوه حتى ساعه ساعتين 3 سوايع 6 سوايع ليله كامله. الناس اللي غتسولني على ليله كامله فاكيد ممكن. المهم تخليوها ومن بعد كتغسلوا المنطقه مزيان وكتبقاو مداومين على الوصفه. اهم شيء يعني المداومه على اي وصفه والتكرار عليها باش هكذا تنجح معكم وتعطيكم مفعول زوين. وهذه الوصفه هذه البنات الامتيازات اللي فيها هي انه غادي تعالج لكم حتى الخطوط الحمراء والبيضاء، لانه هاد الخطوط هذو كيعانوا منها معظم السيدات دائما كيبغيو هكذا وصفات لتخصيص البطن ولا الوزن بصفه عامه، وميمطون يعني يعالجوا دوك الخطوط الحمراء اللي كيكونوا في الجسم ديالنا بصفه عامه خصوصا منطقه البطن. فهاد الوصفه هذه كانت لكم، نتمنى يا ربي نال الاعجاب ديالكم. فقط جربوها وقولوا لنا في لي كومونتير كيفاش جاتكم، واش عجبتكم ولا لا، واش تواتات معكم ولا لا. مرحبا بكل التعليقات اكيد اكيد، ومرحبا حتى بالوصفات ديالكم كما سبق لي وذكرت، يعني كل الوصفات على راس العين وبدوري. اكيد نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو وجميع الفيديوهات الموجوده في القناه، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. واي سؤال او اي اقتراح فمرحبا به في خانه التعليقات، والى الفيديو القادم ان شاء الله.